بدي لك في المسألة كيو. اجي عند الكيو ديت وتاكل مثلا الكيو اللي هنا. رقمها جه هنا في الحتة ديت. واطلع بخط المحط كده. كده. وبديك الفاريبل كوست للمنتج الواحد. تمام؟ بضربها في الكيو ديت. اللي انا مديها لك في المسألة. عشان تديني الفاريبل كوست الكلية. وليكن مثلا طلعت قيمتها بالمقدار اللي هنا. دي قيمتها. اوصلها لنقطة الصفر. اهو انا وصلتها اهو لنقطة الصفر. يبقى ده الفاريبل كوست الكلية. تمام كده؟ تقاطع يعني؟ مفيش تقاطعات. النقطة دي جبتها منين؟ الفاريبل كوست للمنتج الواحد في كمية الإنتاج اللي أنا مديها لك في المسألة. دي الكيو اللي أنا جيبن. انا اجيب الفاريبل هتجيب الفاريبل كوست الكليه هتجيبها وتحطها على النقط على الخط النقط ده بتاع الكيوب جيبن عشان توصلها اوصلها بنقطه الزيرو ده للخط اللي تحت. تمام كده. التوتال كوست خط موازي ده على القيمه ديت. يبقى انا بالقيمه ديت هاخد خط موازي ده بدايه من النقطه دي. دي التوتال كوست كده من غير ما تاخد القيمه ديت. لو واحد معاه مثلث ويمشي موازي دي من النقطه دي للنقطه دي ويعمل التوتال كوست. بدي لك سعر البيع في المساله البرايس في الكيو جيفن. هتديني الريفينيو بقيمه معينه. ادي القيمه ديت اوصلها بنقطه الزيرو. نقطة التقاطع ديت هي البريك ايفن بوينت. اللي عندها مثلا هجيب الكيو بتاعت البريك ايفن. ماشي؟ انا بحلها اناليتيكالي المفروض القيمة هتطلع لي هنا هي نفس القيمة اللي هتطلع لي في الحل الجبري اللي انا طلعته بالقوانين. بس مش دي الرقيقة قوي لان في 9500 يونت و 8000 يونت. لا بس لو انت مثلا طلع لك 9500 في الرسم وطلعت لك هناك 5000 9510 ماشي تقريبا. لكن مش دي طلعت 9500 ودي طالعه لك 20000. تمام ماشي. طيب لو انا اديتك كميه انتاج ثانيه بقول لك احسب الربح عندها. المصنع عايز ينتج كميه معينه ويشوف الربح عندها قد ايه. يبقى هاجي عند الكميه دي ولتكن هنا اي كميه عايز احسب الربح عندها اطلع هنا كده. يبقى الفرق بين النقطتين دول هو دول البروفيت. اطلع دي هنا بكام واطلع دي هنا بكام واطرحهم من بعض اجيب المصنع كسب قد ايه. ماشي. هيجي لك في الامتحان مساله على البريك ايفن هتحلها اناليتيكلي وهتحلها جبري. دكتور الحته اللي فاتت 29 هقول لك المصنع لو انتج كميه كذا هيبقى الربح قد ايه؟ هتجيب الكميه دي وتحطها على الرسم وتطلع بخط النقط هيقطع لي الريفينيو والتوتال كوست. الفرق بينهم هو البروفيت. هجيب القيمه دي هنا الكوست عند دي كام؟ التكاليف كام؟ وهجيب دي التكاليف هنا كام؟ واطرحهم من بعض. هيديني البروفيت. في اي مشكله تاني في طريقه شرح حل المساله دي جبري؟ طبعا لو انت في اول مره هتحلها مسألة دي جبري بالرسم في يوم الامتحان فمش هتحلها. لازم تقعد كده عندك في مسألتين في الشيت تحلهم بالمنظر ده. تدرب نفسك عليه. التوتال كوست برضه بجمع دول على نفس الخط وبمد دول الزيرو كده زي نفس ما عملت مع الفاريبل كوست. التوتال كوست ازاي؟ يعني بجمع انت ده موازي ده. يعني بأي ماشي بأي قيمة يعني؟ ما هو هبتدي من هنا. الخط ده أفضل ماشي بالمسطرة لغاية النقطة دي. ايوه النقطة دي معلش هي معروفة عندي يعني. ايوه دي الفيكسد كوست بديها لك في المسألة. دي قيمة ثابتة بديها لك. بقول لك الفيكسد كوست بكذا والكيوب كذا. كيو جيفن وبدي لك الفاريبل كوست للمنتج وبدي لك سعر البيع. الأربع حاجات دول بيكونوا عندك معطى في المسألة. ماشي؟ المسألة هتحلها جبري وتحلها بالرسم هتحلهم في آخر كراسة الإجابة. دي بقى هو ادي كراسه الاجابه هتقلبها من الناحيه الثانيه هتلاقي فيها ورقه الرسم البياني هترسم فيها ده وهتحلها جبري قدامها وتكمل بقيه الجزء بتاعي بقيه في بقيه الورقه.
يبقى انا لما اجي اصحح الراس هبص على اخرها، ما لاقيش حد حللها لي في الاول، دي مش هعلمها، هيبقى جزء الدكتور ايمن وجزء الدكتور حمدي. متفقين؟ بلغوا زمايلكم. انا هقعد كده كل كراسه بفتح على في الاخر على طول، ما تجيش تقول لي بقى الاقيها في النص محشوره حلل لي اجزائي بقى في النص الناس، مش هتتشاف. ما تجيش تقول انا ضربتي مش باينه، اتشافت وعلمتها يا باشا. تمام؟ حاولوا تبقوا منظمين، ما تقلقوش من اعمال السنه هتبقى كويسه، ما تقلقوش منها، بس المهم نحل في الفاينل ننجح. شرحت لكم الجبري، شرحت لكم ده، حاولوا ان كنتوا بقى تحلوا مسالتين في الشيت بالطريقه دي. ما عرفتوش تحلوهم تعالوا اسالوني، انا موجود كل يوم هنا موجود. كده مش هنجيب من البريه بس.